السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الثالثة متوسط. السلام عليكم اخواتي، اليوم ما شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه جبت لكم الاختبار الاخير ولا الاختبار الثالث. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بون ليداتي قروا معايا. The magical sea horse، هذا الحصان البحري السحري. Hippocampus commonly known as sea horse، قال لك هذا هيبوكامبوس، هذا اسمه هكا المعروف ايضا بالاسم تاع سي هورس يعني الحصان البحري. lives in the Mediterranean Sea، يعيش في البحر الأبيض المتوسط and warm areas، ويعيش في المناطق الدافئة on the Atlantic، يعيش في المناطق الدافئة في المحيط. they are unique in appearance، هو فريد في المظهر تاعه، زعما الشكل تاعه فريد من نوعه. with their head like a horse، مع الرأس تاعه يشبه الحصان. independently moving eyes and toothless mouth، قالك مع العيون تتحرك بشكل مستقل وفم بلا فم بلا أسنان، توتلس يعني ما عندش أسنان. their color is usually yellow، عادة اللون تاعها أصفر orange برتقالي pink وردي or grey ولا green ولا كيما نقولوا حنا رمادي. this aquatic fish، قال لك هذه الأسماك المائية are omnivores، قال لك هذه الأسماك المائية هي حيوانات أكلة للحوم. they eat tiny fish، تأكل الأسماك الدقيقة، tiny يعني صغيرة بزاف. and crustaceans يعني القشريات كما الكروفيت وكاع. their favorite habitats are coral reefs and seagrass، قال لك كسموه وين تسكن هي الهابيتات يعني وين تسكن السكنات المفضلة لديها هي الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. unfortunately، قال لك لسوء الحظ، today some species face extinction، قال لك لسوء الحظ هذه كيما نقولوا هنايا هاد الاخر تواجه بعض الانواع اليوم الانقراض. in Asia، في اسيا، collecting seahorses is used for business reasons، قال لك في اسيا هذه تستخدم جميع هذه فرس البحر للاغراض التجاريه. to sell them as souvenirs، يبيعوها كتذكاريات. they are also important for aquariums and in medicine، قال لك وتاني يستخدموها للأحواض وتاع هذوك الأكواريوم والطب. اوكي okay. if we don't do something، الا ما درنا والو to protect them، الا ما درنا والو باش نحموها، in future في المستقبل، we will only be able to see some of these beautiful creatures creatures in photographs، قال لك إذا ما درنا والو إذا ما درنا والو باش نحمو هاد الفرس البحر، غادي نكونوا ماشي قادرين
على رؤية هذه المخلوقات الجميلة غادي نولوا نشوفوهم غير في الصور. Seahorses are over 30 species living in oceans. قال لك أكثر من 30 نوع من هذا الفرس البحر يعيش في المحيطات. And swimming in an upright position. قال لك وتسبح في وضع مستقيم. They move very slowly. يتحركوا بشكل بطيء. If sea horses are in danger. قال لك إذا كانت هذه فرس البحر في خطر. They turn brown or grey to hide from predators. قال لك إذا كانت هذه هذا فرس البحر في خطر تتحول إلى اللون البني ولا الرمادي باش يختبئوا من الحيوانات المفترسة. It's important to protect this unique species from pollution and hunting. قال لك هو من المهم جدا حماية هذا الحيوان الفريد من نوعه ولا هذه الأنواع الفريدة من نوعها من التلوث ومن الصيد. أوكي دروكي قرينا أولادي هذا النص نروحوا نحلوا الأسئلة. أوكي هو ده أولادي نروحوا نحلوا الأسئلة. هنا قال لك السؤال يقول لك هنا Reading Comprehension أسئلة الفهم Activity 1 Complete the Animal Fact File. غادي نروحوا نديروا هاد المعلومات على هاد الأنيمال. أوكي نكملوا هاد الفايل تاع الأنيمال. هنا Common Name يعني الاسم الشائع هنا عندنا Physical Appearance ملامح المظهر الخارجي كما نقولوا هنايا المظهر الخارجي وهنا عندنا هابيتات يعني الموطن وين تسكن وهنا عندنا كلاسيفيكيشن يعني التصريف نصنفوها للحيوانات العشبة ولا الحيوانات الآكلة للحيوان. دروك هنايا نروحو كومون نيم كيسموه النيم تاعها سموها هيبوكامبوس نكتبو هيبوكامبوس. اوكي هنا قال لك فيزيكال ابييرنس المظهر الخارجي تاعها كي دايره نكتبو هادي هيد لايك هورس اندبندنتلي موفينغ ايز يعني راس كيما الحصان والعيون تتحرك بشكل مستقيم توتلس ماوث يعني فم بدون أسنان نكتبو حتى لهنايا. أوكي هكا نكتبو ولادي وهنا هابيتات يعني الموطن تاعها هنا شراهم كاتبين هادي تكتبو هادي كورال ريفز اند سي جراس يعني تعيش في الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية نكتبوها. أوكي شوفوا ولادي هكا تكتبوا وهنا قال لك كلاسيفيكيشن مناش نصنفوها حنايا نصنفوها هنا قال لك ذيس كويتيك فيش ار اومنيفورز يعني هي حيوانات آكلة اللحوم اومنيفورز. اوكي شوفوا ولادي كي تجاوبوا دروك نروحوا اكتيفيتي تو انسر The following questions according to the text. غادي نجاوبوا على الأسئلة من النص. قال لك where do sea horses live؟ قال لك أين تعيش هذه أحصنة البحر؟ أين تعيش؟ هنا شو قالوا لنا sea horse lives in the Mediterranean Sea and warm areas of the Atlantic. نكتبو هادي نقولو they live okay they live ولا ندي sea horses هادي live منديروش lives كيما هنايا باسكو هنايا يهضر على sea واحد sea horse واحد بصح sea horses they منستعملوش lives she والهي والإي تنزيدو الاس
وال are you with they نديرو نقلعو هذه الاس اوكي هنايا تبعوني Seahorses live in the Mediterranean Sea and warm areas of the Atlantic. Okay. السؤال الثاني قلنا What is the importance of collecting seahorses? قلك ما هي أهمية جمع هاد الأحصنة البحر؟ ما هي أهمية حوسوا على collecting فالنص تروحوا تشوفوا هنا ولادي إلا ما تعرفوش الإنجليزية هنا collecting seahorses is used for business reasons to sell them as souvenirs they are also important for aquariums and in medicine هذه قاعد تكتبوها أوكي هكا نجيبو ولادي أوكي بعد نروح هنا قالك match each word with its definition نربطو كل الكلمة مع التعريف تاعها هنا قالك dangerous يعني خطير هنا hunt يعني صيد هنا habitat يعني الموطن وهنا save يعني يحافظ bon. هنا natural environment for animal or plant نعودو natural environment for animal or plant يعني البيئة الطبيعية للحيوان والنبات البيئة الطبيعية للحيوان والنبات هي الهابيتات يعني الموطن هنا عندنا make or keep somebody in safe يعني تحتفظ كسمو هنا make or keep تخلي إنسان ولا حاجة كما قالوك محفوظة in safe يعني ما تخافش عليها هي save هنا هنا هي causing damage يعني تسبب في ضرر suffering معاناة loss يعني تخسر injury يعني تجرح or risk ولا حاجة كما نقولو حنا هي خطر شاولة هذه هي dangerous تحس dangerous خطر هنا يقول لك chase wild animals to kill or capture them for food or for fun يعني غادي تصيد حيوان ولا مطاردة حيوان باش تقتله ولا باش تاكله ولا للمتعة هي hunt صيد okay دروك هنا قالك mastery of language يعني تاع اللغه تمارين اللغه هنا put the verbs in the present perfect tense هنا غادي نديروهم لي فيرب تاعنا في present perfect يعني المضارع التام قبلها بعجاله نقولكم شو هو present perfect present perfect هو يتكون من have or has plus verb plus has ولا have plus الverb تاعنا لا past participle past participle يعني have تمشي مع I have you have we have they have وال has تمشي مع she has he has it has okay هادي هاك تحفظوها plus past participle يعني التصريف الثالث للأفعال تقوهم في آخر الكتاب okay the black rhino هذا طائر ولا هو الكركدن الأسود هنا توبي الفيرب تاعنا توبي قلنا هذا الفيرب توبي تاعنا شان ديروا له أن يولي الهاف تبعوني ولا الهاز ونزيدو هذا باس بارتيسيبول يولي بين نحولو هذا قبل نديرو له بين يولي بي ووز وير والثالثه بين قلنا هذا نروحو دروك قبل نديرو قبل الهاف ولا الهاز مادام هو ذا بلاك رينو يعني حيوان نديرو ايت مع من تمشي هاز نديرو هاز بين
okay, has been considered as an endangered species since 2011. اوكي قال لك يعني هذا يعتبر هذا الكركدن الاسود من الانواع المهدده بالانقراض منذ عام 2011. I not visit هنايا في النفي شانديرو تاني انديرو haven't ولا have not باسكو I have not visited. على visited باسكو هذا ديجا يكون الاي دي في visit نزلوا له الاي دي صافي past participle تاعه اي دي هذه افعال منتظمه regular verb. اوكي okay. I have not visited the national park of Tijda for 10 years. قال لك انا ما زرت حديقه تيجدا لمده 10 سنوات. The fennec fox lived. سنديرو it has lived. قلنا it has. انا نزيد لها غير ايدي باسكو افعال منتظمه. In Sahara desert desert of Algeria for a long time. قال لك الثعلب ولا الفنك كما قال لك يعيش في الصحراء الكبرى بالجزائر لفتره طويله. اوكي هازلي هنا قال لك activity 2 join the sentences A B using the suitable connector so because يندرو so يندرو because هنا يندرو لذلك ولا إذن هي so because لأن. اوكي هنا قال لك protecting wild animals is our responsibility. قال لك حماية الحيوانات البرية wild يعني برية هي مسؤوليتنا. Because لأنها إيه they are in the way of extinction لأنها في كما قال إحنا في طريق الانقراض. هنا نديرو نقلعوا النقطة نديرو because انتم كتبوها أولادي because they are in the way of extinction لأنها في طريق الانقراض. Poachers hunt hundreds of endangered species yearly. قال لك كسموه الصيادون يصطادون المئات من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض. Green turtle is in threat. قال لك والسلحفاة الخضراء راهي في خطر. قال لك so هنا نديرو إذن so تكتبوا هذه ومن بعد ديروا so green turtle is in threat إذن السلحفاة الخضراء في خطر هذا ما كان تكتبوها هكا بس انتم كتبوها. اوكي هنا قال لك cycle the silent letters غادي نحوطوا على الحرف الصامت اللي ما ينطقش. هنا عندنا knife السكين هاودا ما نقولوش كنايف نقولو نايف. هنا لسن ما نقولوش لستن عوادة. هنا رايت دبليو وهنا وات يعني الاتش. اوكي نتمنىكم فهمتوا حتى لحد الان. هنا عطاونا الوضع الادماجية situation of integration write a small paragraph about an endangered animal using the following ID card. غادي نهضروا على حيوان مهدد بالانقراض ونستعمل هذه ID card. اوكي هيدي ID card عطاونا الالفنت عطاونا الفيل. هنا هابيتات قلنا الموطن هنا الموطن قلنا small areas in India يعني مناطق صغيرة في والمساحات صغيرة في الهند. سريلانكا تشاينا الصين ساوث ايست ايجا يعني جنوب شرق اسيا اند سهارا
ديسرت ان افريكا يعني والصحراء في افريقيا. هنا قال لك population يعني عدد السكان. بصح هنايا العدد تاعها تاع الفياله only about 700,000 يعني عددها 700,000. هنا هاي نسموه الطول تاعها 3 to 4 meters. هنا الويت الوزن تاعها 5,000 to 7,000 kilograms توزن من 5,000 الى 7,000 كيلوغرام. هنا فود شتاكل grass back root leaves and fruit يعني تاكل العشب اللحاء هنا root الجذور leaves يعني الأوراق والفواكه. life span يعني متوسط العمر شعال تعيش العمر تاعها الافتراضي about 20 to 30 years تعيش من 20 إلى 30 سنة. reasons for extinction يعني علاش أسباب الانقراض علاه راهي باغية تنقرض. habitat destruction and illegal hunting يعني تدمير كسمو المواطن تاعها وزيد الصيد الجائر الصيد المفرط ولا الغير المشروع. أنا باش ما نطولش عليكم راني درتها لكم. هنا elephant is mammal animal a mammal animal هو حيوان ثدي. it is a herbivore هو حيوان آكل العشوب للعشب عاشب. elephant lives in small areas in India يعيش في مناطق صغيرة في الهندية سريلانكا تشاينا ساوث ايست ايجيا اند سهارا ديسرت ان افريكا. صاي درنا هنايا الاولى هنايا تاعنا درنا الموطن وين يعيش درنا هادي اوكي دروك هنايا ذيس انيمال هذا الحيوان كان ليف اباوت 20 تو 30 ييرز درنا شحال قادر يعيش درنا هادي. ومن بعد هنايا it is 3 to 4 meters height and 5000 to 7000 kilogram weight. هنا ندرنا الويت الطول تاعه والوزن. هنايا it is only about 700,000 قال لك هنايا شعال هما في العدد صاي درنا هذه. ومن بعد elephants eat grass back root leaves and fruit درنا دروك هادي شي ياكل eat food يعني درناها دروك بقات لنا غير هادي نديرو. it is endangered animal هو حيوان مهدد بالانقراض because the habitat destruction and illegal hunting هو حيوان مهدد بالانقراض بسبب المواطن تاعها ما عندهمش مواطن والصيد الجائر. we must build national parks to protect it يجب ان نضع لهم محميات طبيعيه لكي نحميهم. نعاود نقراها لكم. the elephant elephant is a mammal animal it is a herbivore elephant lives in small areas in India Sri Lanka China Southeast Asia and Sahara desert in Africa. This animal can live about 20 to 30 years. It is 3 to 4 meters height and 5,000 to 7,000 kilogram weight. It is only about 700,000. Elephants eat grass, bark, root, leaves and fruit. It is endangered animal because the habitat destruction and illegal hunting. We must build national parks to protect it. هذا هو الموضوع تاعنا. نتمنى وليداتك فهمتوا معايا وحليتوا معايا هذا السوجي. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبكم وقلوبنا. اذا فهمتوا ماذا بكم ما تنسونيش جام اشتراك في القناه اللي ما راش مشترك. ربي يحفظكم ولادي. سدد الله خطاكم ثبتكم الله في الدنيا والاخره والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.